يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد هذه الآية العظيمة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ذكر الرحمن القرآن، والقرآن أمنة للمرء وسلامة من الضلال. كل ما كان العبد قريبا من هذا القرآن العظيم تدبرا له واهتداء بهداياته، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالقرآن أمانة لصاحبه، ولهذا يحتاج المسلم أن يكون قريب من القرآن، ذا عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ ويجعل له وردا يوميا من كتاب الله، ويتأمل في معانيه، ويجاهد نفسه على العمل بما فيه. فإنه إذا كان كذلك كانت هذه العناية بالقرآن أمنة له من الانتكاس ونجاة له من الشيطان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول، أي لو تدبروا القول لسلموا من هذا النكوص، لو تدبروا القول الذي هو القرآن لسلموا من هذا النكوص على الأعقاب. فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة من الانتكاس ونجاة للعبد وسلامة بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان. لكن إن أعرض وعمي، مثل ما في الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن، إن أعرض عن ذكر الرحمن وعمي عنه وعشيت بصيرته عن فهمه ولم يقبل عليه تدبرا واهتداء بهداياته، يكون حينئذ قلبه مرتعا للشيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين، عقوبة له بسبب إعراضه عن كتاب الله. نقيض له شيطانا، هذه عقوبة له بسبب إعراضه عن كتاب الله. فمن الفوائد العظيمة من هذه الآية الكريمة أن ذكر الله عموما وبخاصة القرآن الكريم حصن حصين وحرز متين للعبد، يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى ويصونه ويحفظه من الشيطان الرجيم. قال: قيض له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه، فهو قرينه الذي لا يفارقه. نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي لا يفارقه الشيطان، معه في سفره، في حله، في ترحاله، في دخوله، في خروجه، في ركوبه، ركب دابته ركب معه، وإن دخل بيته دخل معه، وإن أكل طعامه أكل معه، ويشاركه في ماله وأهله وولده، مثل ما قال الله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال أهل العلم: إن عبادي، أي الذاكرين الله، الذاكرين الله. ومن أعظم الذكر لله العناية بالقرآن، العناية بالقرآن.